تبادل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله برقيات تهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك مع إخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الخليجية والعربية والإسلامية الشقيقة ورؤساء الوزراء وأولياء العهود. ضمنها سموه حفظه الله خالص تهانيه وأطيب تمنياته لهم بوافر الصحة والسعادة، سائلاً المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على هذه الدول وشعوبها الشقيقة بمزيد من الخير واليمن والمسرات.